مرحبا بكم. البداية كالعادة بآخر أخبار المنتخب الوطني اللي كمل تحذيرات لمواجهة أستراليا. كل التفاصيل مع عند مبعوثنا للدوحة محمد علي العرفي. محمد علي مرحبا بك. مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. كما قلت، المنتخب الوطني التونسي أنهى رسميا تحذيراته في مواجهة المنتخب الأسترالي من خلال إجراء آخر حصة تدريبية صباحية في ملاعب مدينة العدل القطرية. شاركوا فيها الملاعبية الكل بدون استثناء، وكذلك البشير بن سعيد كان حاضر في التدريبات وسيكون تحت إطار التصرف الإطار الفني في هذه المباراة. منذ قليل كذلك كان الموعد مع الندوة الصحفية للمدرب جلال القادري واللاعب أليس سخيري للحديث عن مواجهة المنتخب الأسترالي. جلال القادري أكد على صعوبة المباراة وعلى ضرورة حسن التعامل الفني والتكتيكي مع المنتخب الأسترالي. أكد كذلك على أهمية التكامل والتوازن بين الملاعبية وضرورة أنهم يظهروا بنفس الأداء اللي كانوا ظهروا به أمام المنتخب الدنماركي. قادري كذلك أكد أنه بشتصير بعض التغييرات على مستوى التنشيط الهجومي والدفاعي للمنتخب. نسمع القادري شنو قال عن مواجهة المنتخب الأسترالي اليوم ضد المنتخب الاسترالي. مباراة اخرى ضد منافس عنده خصائص فنيه اخرى، اكيد احنا على المستوى التكتيكي على المستوى الفني مش نتعامل معها باكثر واقعيه، لكن دائما تبقى الثوابت بتاعنا هي بيدها مهما كان اسم الخصم مهما كان اسم المنافس. التوازن التكامل في العناصر هذه، الحاجات الايجابيه لازم نتمسكوا بها. لما بعض الخصائص الفنيه مش تصير بعض التغييرات على مستوى التنشيط الهجومي والدفاعي، ويظهر اليوم المنتخب التونسي اصبحت عنده نقول القدره والنضج التكتيكي اللي يخليه يتعامل مع مجريات مباراة في نفس المباراة مش حتى من مباراتين أخرى. جلال القادري مدرب المنتخب. محمد علي، كان نحكي على التغييرات المنتظرة هذه في التشكيلة وحكي عليها جلال. من المنتظر فهمي أن جلال القادري حافظ على نفس الرسم التكتيكي خلال مباراة المنتخب الدنماركي، ولكن من المنتظر أن تصير بعض التغييرات على المستوى الهجومي كما قلنا في مواعيد سابقة من أجل إعطاء صبغة هجومية أكثر على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، لأنه كما نعرف جيدا طبيعة اللقاء تختلف. في مواجهة المنتخب الأسترالي المنتخب التونسي سيكون ربما مطالب أكثر بصنع اللعب والذهاب أكثر إلى الهجوم. مشكور محمد علي العرفي مبعوثنا الخاص لتغطية المونديال. المنتخب القطري انقاذ الهزيمة الثانية لي، هزيمة جاءت اليوم أمام المنتخب السنغالي بنتيجة 3-1. منتخب قطر ليبقى حسابيا ما خرجش من المونديال بطبيعة، مصيره مازال مرتبط بمباراة لتعب حاليا بين هولندا والإكوادور، وحاليا أصبحت النتيجة 1-1 بعد ما كان المنتخب الهولندي متقدم في الشوط الأول 1-0. بونتو كاكو في الدقيقة السادسة، في اللحظة هذه تمكن المنتخب الهولندي يثر خطأ من الدفاع، المنتخب الإكوادوري يثر خطأ دفاعي من تعديل النتيجة في الدقيقة 49. في المجموعة الثانية اليوم إيران ربحت 2 بلاش بلاد الغال، والثمانية متاع الليل أنجلترا تواجه أمريكا. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت نتاعنا مزيكا فام بونت.